تجيب ذا سافيل رو ولا سالفاتوري فيرجامو اف بلاك؟ برضو قبل ما نقول تجيب انهي فيهم، اعرف سعر ده واعرف سعر ده. ده من غير ديسكاونت $60 لل100 مللي، ده $30 لل100 مللي. ولكن ده انا عمري ما جبته ب $60، دايما بجيبه من 10 ل $12، لان هو بيجي في محلات عليها ديسكاونتس كتير، وممكن تلاقيه اونلاين برضو بديسكاونتس كتير. لو ما لقيتوش رخيص ما تجيبوش. يعني ده يعني انا شايف ان هو برفان ممتاز خرافي، بس ما يتدفعش فيه $60، لان سهل تلاقيه بتحت ال $15. فلو اعتبرنا السعر بعد الديسكاونت، او انت لقيته لقطه يعني، ف $10 او $12 او $15 فده يكسب. لو شلنا السعر من الاعتبار، فانا بميل دايما سلفاتوري فيرجامو اف بلاك. بحس ان هو يعني ثباته احسن، النوتس اللي فيه افضل شويه، التوابل اللي فيه احسن. هو اختيار صعب ان انا اختار ما بينهم، بس دايما بلاقي نفسي ان انا بروح لده. وطبعا الازازه دي وريتكم فيديو قبل كده، لقيت واحد تاني ازازه تانيه، بس دي لسه ما خلصتش، هي خلاص تقريبا هتخلص خلاص يعني. بس الشويه دول يعني هيقعدوا حبه حلوين، يعني دول يقعدوا كذا شهر او على الاقل شهرين يعني. زي ما انتم شايفين انا استخدمته كتير، بحبه. بس لما هتيجي لده، ده ما حدش يعني، ده مش هياخد مكان ده بالنسبه لي. فلو انت محتار ما بين الاثنين، انا ما اظنش ان ده يعني متوفر كتير قوي في كل حته، فهتلاقي ده اسهل منه، وهتلاقي ان ده يعني مناسب لاذواق كتير. بس لو لقيت ده بالسعر المخفض اللي هو 10 او 12 او $15، هاته ومش هتندم.